وميعادنا دلوقتي مع أهم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وأخبار المحترفين في الخارج. اليوم السابع مصر تواجه الأرجنتين على برونزية أولمبياد الشباب 2018. الفجر مدرب المنتخب الفوز على الإمارات مؤشر جيد. سوبر كورة شوقي غريب رمضان صبحي سينضم للمنتخب الأولمبي في المراحل الحاسمة. 1-3 أجاري يراقب 32 لاعب للانضمام لمنتخب مصر. الوطن سبورت أجوجو ومندومو يهددان الزمالك مجددا. حلمي طولان مش العضوية اللي هتخليني زملكاوي، انتظروا الاتحاد في مكانة تليق به ولم أتوقع الفوز على الأهلي. فيتو الإسماعيلي يقترب من ضم أحمد مدبولي من الزمالك. فييرا لا تفريط في أي لاعب ومتمسك بالحضري. الأهرام المقاولين يستعد لدجلة في الدوري وعينه على الكاس. الوطن مصر تتصدر قائمة العرب وأفريقيا في أولمبياد الشباب صاحب برونزية المصارعة، نحتاج دعم وأبحث عن الذهبية في طوكيو 2020. الشروق ليفربول يؤكد جاهزية صلاح لمباراة هدرسفيلد تاون. أس كين يحدد موقفه من الانتقال لريال مدريد ويكشف رأيه في ميسي ورونالدو. سبورت 360 ليونيل ميسي يحتفل بمرور 14 عام على ارتداء قميص برشلونة. سكاي نيوز نادي أوروبي يطارد أسرع رجال أو رجل في العالم. كورة مودريتش لن ألعب أبدا بجوار ميسي. يورو سبورت عربية مدرب ريال مدريد مهدد بالإقالة بسبب لعنة هايجز.